وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا بينضم إلينا هاتفيا طارق زغلول مدير المجالس التصديرية. أهلا بحضرتك في البداية، ويعني رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا إلا أنه رقم قياسي حققته حجم الصادرات خلال عام 2021، في رأيك ما هي أبرز الخطوات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا كمجالس تصديريه حضرتك السنه اللي فاتت الصادرات المصريه وصلت 31 مليار دولار بزياده حوالي 25% عن السنه السابقه، ومن ابرز الاشياء اللي ساعدت او ساهمت في هذه الزياده هي رد الاعباء للمصدرين والمصنعين اللي تم بتنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية، وتم رد أعباء حتى أول يناير حوالي 31 مليار جنيه مصري. فدي برضو ادت دفعة تشجيعية لجميع المصنعين من ناحية أي مصنع كان ليه أي التزامات سابقة عرف يدفعها، اللي كان عاوز يعمل توسعات المصانع عرف يوسع، وكمان يشتري مواد الخام لزيادة الإنتاج. وطبعا حضرتك التغييرات اللي حصل في جائحة الكورونا، وبعض الدول تم نقص في الشحن والنقل من هذه الدول، أدت إلى فرصة لمصر أن تخش أسواق جديدة بأسعار منافسة وجودة عالية. فدي من الحاجات اللي ساهمت في الفترة السابقة، وإن شاء الله في الفترة القادمة إحنا إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله بنبص على زيادة حوالي 20% عن السنة الماضي، وإن شاء الله من أهم أسواق هنبص فيها هي السوق الأفريقي. بنتمنى ده بالطبع، ولكن كمان رئيس الوزراء أكد أن الصادرات غير البترولية كان ليها نصيب الأسد في حجم الصادرات، ما دلالة ذلك في رأيك؟ والله حضرتك احنا طبعا الصادرات المصريه الغير بتروليه زي ما قلنا لحضرتك وصلت 31 مليار دولار، وده رقم ما كناش شفناه قبل كده، والزياده عن السنه اللي فاتت بحوالي 25%. فحضرتك احنا ماشيين في اتجاه صح بدعم من طبعا رئيس الوزراء والوزراء المختصين وزاره الصناعه والتجاره ووزاره الماليه. الدعم اللي حصل ورد الأعباء للمصدرين ساهمت في هذه الطفرة أو الزيادة التي حصلت. طيب يعني أستاذ طارق زغلول مدير المجالس التصديرية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك.